أهلا بكم إلى نشرة السادسة. في السليمانية بحث رئيس إقليم كردستان نيتشرفان بارزاني مع رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني ملف انتخابات الإقليم وخفض التوتر السياسي. وذكر مراسلنا أن بارزاني التقى عددا من الشخصيات السياسية البارزة في مسعى لإنهاء الخلاف حول قانون انتخابات برلمان كردستان وحل القضايا العالقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وعلى رأسها مرشح رئاسة الجمهورية، إضافة إلى مناقشة مشاكل تقاسم الواردات المحلية في الإقليم. التواصل مع كافة الأطراف السياسية العراقية مستمر بهدف معالجة الانسداد السياسي الحاصل. نجحنا في إيقاف الحرب الإعلامية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، كما توصلنا إلى أرضية لحل الانسداد السياسي. لا توجد مشاكل لا يمكن حلها، ولكن هناك كثير من العقبات التي تظهر بين حين وآخر. أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني أن الاتفاق بين الحزبين الرئيسين في الإقليم سيفضي إلى اختيار شخصية لرئاسة الجمهورية تأخذ على عاتقها حماية الدستور. احنا اولا مع هذا التوافق والتفاهم على اختيار شخصية لرئاسة الجمهورية، واعتقد الزيارات بين الحزبين العريقين الكرديين حقيقة والقوى الكردية في كردستان سياسيا الاتفاق يعني ينعكس ايجابا على عموم الوضع بالعراق، كل ما كان اكو استقرار في كردستان منعكس جيد على الوضع السياسي في بغداد وبقية المناطق، احنا نشجع هذا الحوار وندعو الى اتفاق، وهذا الاتفاق يعني بالنتيجه راح يفتح افاق جيده لاختيار شخصيه مناسبه وطنية مهمة تمثل الكرد في هذا الموقع المهم وتأخذ على عاتقها مسؤولية حماية الدستور. وحول الأزمة السياسية، قال النائب حميد الشبلاوي إن تأخير تشكيل الحكومة وعرقلة العمل التشريعي في البرلمان أدى إلى تعطل إنجاز مشاريع القوانين التي تخدم المواطنين في الدورة الماضية والحالية. ما زلنا نشعر بألم كبير اتجاه تأخير تشكيل الحكومة وعدم مراعاة مصالح المجتمع وتجاوز المدد القانونية وعدم احترام الدستور، بالإضافة إلى موضوع العمل الرقابي والتشريع داخل مجلس النواب. لا زالت العديد من المشاريع على مستوى الدورة الرابعة، وكذلك المشاريع اللي حاليا احنا بطور دراستها من أجل طرحها داخل مجلس النواب، اللي مشاريع القانونية اللي تخدم مصالح المجتمع، لكن للأسف الشديد لا توجد جلسات مستمرة حتى نقدر نمطي القوانين وننضجها داخل قبة البرلمان، ولا زلنا في كل اللجان هي كبيرة السن ولم تنضج حتى تكون دورها حقيقي رقابي على مستوى اختصاصها، بالإضافة لتأخير تشكيل الحكومة. وفي شأن زيارة نيتشرفان بارزاني للسليمانية، ينضم إلينا من هناك عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي. أهلا ومرحبا بك. بداية، حدثنا عن اللقاء الذي جمعكم مع الحزب الديمقراطي، وكذلك ما الذي نوقش اليوم خلال هذا اللقاء في السليمانية؟ تحية لحضرتك أستاذ سفيان ومشاهدي قناة يو تي في. أهلا بك. زيارة اليوم هي زيارة مهمة تأتي بعد يعني حالة من القطيعة، ومرت علاقات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بأسوأ حالاتها، لذلك زيارة اليوم يعني حتى الأخوتنا في الفرقاء السياسيين العراقيين يعني يراقبون هذه الزيارة، لأن لها تداعيات ستكون إيجابية على إيجاد حل حالة الانسداد السياسي الموجودة في العراق منذ الانتخابات التي حدثت في تشرين الأول الماضي. لذلك ناقش يعني الزيارة ناقشت الكثير من الأبعاد. يعني حضرتك تعرف هناك ملف الأهم يعني ملف رئاسة الجمهورية وضرورة توحيد البيت الكردي وأن يكون هناك مرشح كردي واحد يمثل الحزبين الرئيسيين. نعم. هناك ملفات أخرى تتعلق بالداخل الكردي، منها قانون الانتخابات وموضوع الموارد الاقتصادية والمشاركة الحكومية يعني وتتعلق بالداخل البيت الكردي، ولكن النقطة الأهم الذي حتى أخوتنا الآخرين يعني يراقبون الموضوع ما يخص رئاسة الجمهورية
الجمهورية. لذلك الزيارة مهمة تأتي بعد فترة من القطيعة. نحن نأمل أن تكون مخرجات هذه الزيارة والاجتماعات التي عقدت أن يتبلور إلى موقف كردي موحد يساهم في حل حالة الانسداد الموجودة في المشهد السياسي الكردي والعراقي بسرعة. طيب السيد نشربان برزاني أكد النجاح في إيقاف الحرب الإعلامية بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك موضوع رئيس الجمهورية واختيار رئيس مرشح ما بين الحزبين الكرديين. إلى أي مدى التقارب، إذا أردت أن توصف لي هذا التقارب ما بينكم وبين الحزب الديمقراطي على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية؟ ما يخص الحرب الإعلامية، يعني سبق هذا الاجتماع، يعني نوع من التهدئة الإعلامية وجدت بين الحزبين الرئيسيين. فيما يخص حضرتك تعرف كان هناك نوع من التراشق الإعلامي موجود يعني خاصة في الأشهر الأخيرة. نعم. لذلك كانت يعني ما قبل هذا الاجتماع كان هناك نوع من التهدئة، قنوات الاتصال يعني عاودت يعني فاعليتها من جديد وأدت إلى هذا اللقاء. فيما يخص المرشح الرئاسة للجمهورية لا زال الحديث سابق لأوانه، ولكن النقطة الأهم التي تحققت هي يعني الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني هم الآن يعني، وهو الحق يعني حضرتك تعرف هناك توازنات داخل البيت الكردي. رئاسة الجمهورية هي من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني حسب العرف السياسي وحسب توازنات تتعلق في يعني في المناصب وتوازنات القوى في اقليم كردستان. لذلك المرشح سيكون مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، لذلك لا زال الحديث سابق لاواله، ولكن هو مؤشر ايجابي جيد. انا برايي سيكون لهذا توحيد الموقف الكردي سيكون له اثار ايجابيه حتى في المعضله الاهم وهي تسميه رئيس الوزراء وتشكيل كتله اكبر حتى نتجاوز فعلا. هنا السؤال سيد أحمد، كيف سينعكس يعني الاتفاق في البيت الكردي على العملية السياسية؟ وتعلم أنه مرشح رئاسة الجمهورية بعد أن يعني يحصل هذا الاتفاق سيعني يفتح الباب لانتخاب رئيس وزراء وتشكيل الحكومة. سيد العزيز حضرتك تعرف يعني هناك حالة من التداخل موجودة في جزئية رئاسة الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء. يعني في المرة حتى في عام 2018 ذهب الحزبين الرئيسيين الكرديين بمرشحين هم الدكتور برهم صالح والسيد فؤاد حسين. الفضاء الوطني العراقي حسم هذا الموضوع، ولكن في هذه المرحلة هناك ايضا حاله تشظي موجوده يعني فيما يخص يعني خاصه في الاخوه في المكون الشيعي. فيما يخص يعني حضرتك تعرف التباعد الموجود بين الاخوه في التيار الصدري والاطار التنسيقي. لذلك هذه المر ما يميز هذه يعني اهميه اختيار منصب رئاسه الجمهوريه واهميه ايجاد موقف كردي موحد هو التداخل الموجود حضرتك، التداخل الموجود بين جزئيه اختيار رئيس الجمهوريه وجزئيه اختيار رئيس الوزراء. حضرتك تعرف حسب الدستور بعد تحقيق النصاب القانوني وعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سيقوم رئيس الجمهورية بتسمية الكتلة الأكبر واختيار رئيس الوزراء. لذلك في كل الأحوال لو تحدثنا كتحليل سياسي هذا يعتبر مؤشر إيجابي جيد. إذا تم حسم موضوع رئاسة الجمهورية بين الحزبين الرئيسيين الكرديين لا يقبل الشك أن ستكون لذلك أجواء إيجابية تنعكس على الفضاء الوطني العراقي بصورة عامة، وسنصل إلى صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف. طيب هناك من يتحدث عن أن زيارة يعني بارزاني إلى السليمانية تأتي في ظل التحضير من قبل أربيل يعني اتفاقية شاملة لجمع الأطراف وبالتالي حل الانسداد السياسي في العراق. لديكم معلومات عن هذه الاتفاقية، ما بنودها، يعني تسريبات إذا كانت لديك بعض المعلومات؟ سيد العزيز حضرتك تعرف يعني في الفترة السابقة كانت هناك أكثر من مبادرة، مبادرة من الإطار التنسيقي، مبادرة المستقلين، مبادرة الأخوة في التحالف الثلاثي أو التيار الصدري. لذلك بصراحة يعني أنا هناك معلومات وتسريبات تتحدث أنه ستكون هناك مبادرة للسيد مسعود البارزاني وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الفترة القادمة. أنا برأيي نجاح اجتماعات اليوم يعني أن يتمخض عن اجتماع اليوم بلورا لموقف كردي موحد، هذا سيخلق أجواء إيجابية ستساهم في حل المشهد السياسي العراقي بصورة عامة. لذلك هناك نوع من التداخل في الملفات. أنا قلت لحضرتك أي جهد وطني يسهم في إيجاد حل لحالة الانسداد السياسي نحن كاتحاد وطني كردستاني نرحب به. لننتظر نتائج اجتماع اليوم، المؤشرات إيجابية، كل المؤشرات تشير أنه سيكون هناك توافق داخل البيت الكردي، وأخوتنا وشركائنا الآخرون أيضا ينتظرون هذا الموقف. لذلك نحن نتأمل خيرا بالاجتماع الذي تحقق اليوم، ونأمل بعون الله أن يصفر إلى بلورة حل إيجابي
يساهم يعني في خلق جو ايجابي وان يكون هناك حل لحاله الانسداد الموجوده، لان بصراحه الشعب العراقي ينتظر من الجميع التضحيه والتنازل، وانا اعتبر التنازل وتسجيل الموقف في هذا الظرف التاريخي لا يعتبر ضعفا، بالعكس هو تسجيل موقف تاريخي وتفضيل المصلحه الوطنيه العراقيه على المصالح الجزئيه الاخرى. نعم، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، شكرا جزيلا لانضمامك الينا. أكد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب عزم البرلمان على تشريع قانون جهاز الأمن الوطني لتحديد مهامه ومسؤولياته، وذكر بيان رسمي أن الزاملي عقد اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري لبحث تحديات عمل الجهاز، فضلا عن تكثيف عملياته النوعية في تعقب شبكات الابتزاز والجرائم المنظمة. ودعا الزاملي إلى مواصلة التصدي للملفات المهددة لأمن المجتمع، فضلا عن التعاون مع السلطة القضائية للإسراع في عمليات اعتقال شبكات تهريب وتجارة المخدرات والجرائم الأخرى. قال رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي إن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيتضمن 500 مليار دينار لخدمة بغداد. وأضاف الكعبي في بيان أن التخصيصات الإضافية ستذهب لخدمة وإعمار بغداد ومدينة الصدر بشكل خاص، مشيرا إلى أن اللجنة المالية ستعقد عددا من الاجتماعات الأسبوع الحالي لإنجاز بنود مقترح قانون الدعم الطارئ والإسراع في القراءة الثانية له والتصويت عليه خلال وقت قريب. تشير تنبؤات جوية إلى تشكيل موجات غبارية بدءا من مساء اليوم في مناطق شرق ووسط سوريا لتندفع نحو البلاد خلال ساعات الليل من فجر الاثنين وتستمر حتى الثلاثاء. المتنبؤ الجوي صادق عطية قال في تصريح صحفي إن ذروة العاصفة الترابية في بغداد ستبدأ من الساعة الرابعة فجر الاثنين حتى العاشرة صباحا وستزول تدريجيا يوم الثلاثاء، مبينا أن مدى الرؤية سيكون دون كيلومتر. وتوقع عطية أن تندفع موجة أخرى من الغبار نحو نينوى لتؤثر في مدن الشمال وصلاح الدين. ارتفعت أعداد إصابات الحمى النصفية إلى 96 خلال العام الحالي في عموم البلاد. المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قال في تصريح المتلفز إن نصف المصابين تماثلوا للشفاء فيما فارق الحياة 18 منهم، مضيفا أن العام الحالي هو الأعلى في تسجيل الإصابات بالحمى النصفية، وأضاف أن الجهود المبذولة لمواجهة الذبح العشوائي بحاجة إلى جدية أكبر، مشيرا إلى أن وزارة الصحة معنية بالكشف المبكر عن الإصابات عبر مختبراتها، وأن مواجهة المرض مسؤولية تضامنية مشتركة مع وزارة الزراعة، لأن الفيروس ينتقل من الحيوان إلى الإنسان. ومن جانبه قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد قال ليو تي في إن كوادر وزارتي الصحة والزراعة مستنفرة لمواجهة مرض الحمى النصفية في عموم البلاد. استنفار للجهد الحكومي لدعم وزارتي الزراعة والصحة في مواجهة هذا الوباء موضوع الحمى النزفية، باعتبار هذه الجهتين هي معنيتين. وزارة الصحة استنفرت أيضا كل طاقاتها في مديريات الصحة مراكزها الصحية في بغداد والمحافظات باستقبال الحالات وتقديم العلاجات اللازمة، كذلك وزارة الصحة عبر مديرياتها وزارة الزراعة مديريات الزراعة ومديريات البيطرة في بغداد والمحافظات أيضا هنالك عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية الحيوانات من هذه الحشرة، كذلك هنالك توجيهات صدرت إلى المواطنين عبر الوزارتين، ونحن نعول على وعي المواطن في هذا الموضوع. نفذت أمانة بغداد حملات لإنهاء الجزر العشوائي والحد من انتشار الحمى النزفية. مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي قال في تصريح صحفي إنه تم رفع عدد كبير من مجازر الذبح العشوائي في مناطق عديدة من العاصمة، ودعا الربيعي قيادة العمليات إلى التعاون مع أمانة العاصمة لإكمال حملاتها وفرض عقوبات على المخالفين من أصحاب المجازر.
بعد أكثر من 900 عضة كلب خلال الربع الأول من العام الحالي. سجلتها دائرة صحة بابل. تدرس الحكومة المحلية تغيير طرق مكافحة الكلاب بعيدا عن قتلها. حيدر الشلبي معه تفاصيل القصة. تتجول في الليل بشوارع المدينة وفي النهار أيضا الكلاب السائبة تغزو مدينة الحلة. في وقت يطالب فيه المواطنون المستشفى البيطري بمكافحتها، تؤكد البيطرة أن واجبها تقديم الطبابة للحيوانات المصابة ومنها الكلاب لا قتلها بحسب قانون الصحة الحيوانية العراقي الذي نص في مادته 26 على تشكيل لجنة من الصحة والبيئة والأجهزة الأمنية والعسكرية يترأسها المحافظ لمكافحة الكلاب السائبة. هل يشوف كلب سائب بالشارع أو ما يذكر البيطرة؟ البيطرة هي أصلاً مو عضو باللجنة، أصلاً هذا مو واجبنا، إحنا طبيب بيطري واجبه إنه يعالج الحيوانات، والله أنا واجبي إنه الرامي من يضرب الكلب لازم أركض عليه، أنا أحاول أسعفه، هذا دور الحقيقي يعني، الناس لازم تعرف هذا الشيء، هاي مو فلسفة، يعني فلسفة مهنتي هذه. المستشفى البيطري أيضا حذرت من التأخر في أخذ اللقاح عند التعرض لعضة كلب، فالإهمال نتيجته الموت الحتمي. الإنسان لازم عندما يتعرض إلى عضة حتى وإلى خدش بسيط يجب أن يروح يلقح مباشرة، لازم بال 24 ساعة الأولى. ليش؟ لأنه إذا ظهرت الأعراض لا سامح الله لا يوجد أي علاج في الكرة الأرضية قاطبة، الحالة تؤدي إلى الوفاة حصرا يعني. أكثر من 900 عضة كلب خلال الربع الأول من العام الحالي سجلتها دائرة الصحة في بابل، فيما تدرس الحكومة المحلية تغيير طرق مكافحة الكلاب بعيدا عن قتلها. نلقى فد آلية أخرى لمكافحة هذه الظاهرة أسوة ببلدان العالم بعيدا عن موضوع القتل وقسم منعتها تترك بالشوارع، ناهيك عن هي ممارسة عنيفة حقيقة. أكو متابعة لهذا الموضوع وإلى تبني من ديوان محافظة بابل. وسجلت محافظة بابل أكثر من 3500 عضة كلب خلال العام الماضي، وبسبب توافر اللقاحات في المحافظة لم تسجل إلا حالة إصابة واحدة بداء الكلب. من باب الحيدر الشلبي، يو تي في. شتاء يخيم على مسرح الربيع منذ 8 سنوات، فالمسرح الوحيد في الموصل لا يزال مدمرا بانتظار وعد واحد صادق من وعود إعماره. عرض مسرحي خجول على خشبة مسرح الربيع في الموصل، وربما خجله ناجم عن دمار المسرح الذي ما يزال جاثما منذ 8 سنوات. ولأهمية هذا الصرح الثقافي خرج فنانون ومثقفون نوى بوقفة احتجاجية ليست الأولى للمطالبة بإعمار مسرح المدينة اليتيم. مسرح الربيع هذا المسرح الذي يعتبر الواجهة الفنية والثقافية لهذه المحافظة العريقة، وانت تشاهد الآن اكو اكثر من 400 فنان حاضر اليوم، وهؤلاء الفنانين اغلبهم متوقفين عن العمل بسبب عدم وجود مسارح في هذه المحافظة وعدم وجود صالات جاليري وعدم وجود اي مؤسسة ثقافية فنية جاهزة للعمل. على مدار عشرات السنين احتضن هذا المسرح فعاليات ومسرحيات ومهرجانات غنائية وفنية وثقافية عديدة كان لها صدى كبير في الذاكرة الفنية العراقية، فيما ظل المسرح معاندا الركام والخراب بعد دماره، إذ احتضن عرض أوركسترا لجذب الانتباه إلى هذا الصرح وأهمية إعماره. غير المقبول واللائق أن تكون قاعة الربيع هذه الرئة الوحيدة التي كان يتنفس منها الفنانون والأدباء. هذه القاعة تاريخ لا يمكن أن يمحى، النشاطات التي أقيمت على هذه القاعة لا تخطئها العين. اليوم نطالب وبملء الفم في إعادة تأهيل هذه القاعة. الإرث الثقافي والفني للموصل لم يشفع لمسرح الربيع بعد تدميره، فرغم الوعود والعهود والزيارات المتكررة فإنه ما يزال أطلالا تتردد بين تشققات جدرانه أنغام الموسيقى والأغاني التي عزفت فيه. الموصل ثاني أكبر مدينة بالعراق، ويعتبر هذا الصرح الحضاري الكبير هو رمز من رموز الفن في مدينة الموصل. هذا الفن المسرح الربيع اللي غنى عليه أشهر مطربي العراق وأشهر مطربي العرب، ونحن نشأنا في هذا المسرح وهذا المكان. إذا قمنا بإعمار هذه القاعة فمعناها إحنا راح نعمر الإنسان من خلال الالتفات إلى هذه القاعة.
المطالبات بإعادة إعمار مسرح الربيع لم تعد سوى صدى خاوي من التنفيذ، حتى وصل الحال بفناني الموصل وشبابها إلى تنظيم عروضهم في الشوارع لافتقار ثاني أكبر مدن العراق إلى خشبة مسرح تجمع آمالهم وأعمالهم. من الموصل محمد سالم، يو تي في. كل هذه الأخبار وأكثر تتابعونها في نشرة الثامنة. يمان الله.